من سوريا جينا على لبنان من 5 سنين وقالوا لنا انه في دوره انه لازم تسجلوا فيها وهيك فحبيت انا اشارك فيها لحتى استفيد وفيد عائلتي والحمد لله رب العالمين اشتغلنا وشغل كان كثير حلو كان ايام دوره 8 ايام وحتى يعني انا عملت اكثر من دوره بس ما استفدت منهم ابدا فهي الدوره الوحيده هي اللي عملتها عن طريق الكورجيز انه هي الوحيده اللي استفدت منها وكانت كثير كثير مفيده لإلي وللستات اللي كانوا عم يعملوا معنا هاي الدوره. احنا بيتنا شوي بعيد عن الطريق العام تقريبا بنمشي ربع ساعه لنص ساعه عن الطريق العام بعدين بطلع باخذ بوستة او اتذكر لحتى اوصل هون على الشغل بيجي يومين بالاسبوع انا لحتى نخلص شغلنا. بعد تدريب 8 ايام قدرنا نوصل ونتعلم انه نعمل هاي الحصه النسائيه لحد ثاني صرنا نوصل لاكبر عدد من السوريات الموجودين بالمخيمات اللي هن ما عم يقدروا يوصلوا لها او حتى ما عم يقدروا يشتروها فكثير هن انبسطوا فيها ولقوها كثير صحيه ومفيده للبيئه ووفرت عليهم كثير لانه في منهم عندهم نسبه بنات كثير بالبيت ونحن كثير يعني مبسوطين انه عم نقدر نوصل لهم اياها ونقدر نامن لهم اياها. انا والستات اللي عملنا هي الدوره انه مشغلنا يكبر لحتى نقدر نوظف فيه اكبر عدد من الستات السوريات لحتى نقدروا يساعدوا عيالهم في كثير يعني منهم فقدوا ازواجهم في كثير منهم يعني ما بيعرفوا منهم معتقلين او متوفيين فبنحب انهم يكونوا هن الستات يقدروا يشتغلوا في لهم انه فرصه هالعمل انه يقدروا يشتغلوا بالمشغل معنا. هدفنا الثاني هو انه نقدر نوصل لاكبر عدد من الستات السوريات واللبنانيات ونوصل لهم هالحصه النسائيه ونقدر نعطيهم كمان هالمحاضرات اللي اعطونا اياها هن لانه في كثير ناس عندها شويه يعني قله توعيه بنوعيهم يعني انه على كيف هن يستفيدوا منها وكيف هي صحيه منيحه لهم وللبيئه وكيف هي بتوفر لهم كمان مصروفهم وان شاء الله نقدر يعني نوصل لهالشيء نحن هذا هدفنا ونتامل انه هالشيء يصير. اعطونا هاي الشهاده وانا كثير بفتخر فيها انه انا اول مره باخذ شهاده وحتى انا اعطونا كذا زي هيك انه هديه رمزيه بس هي كثير بتعني لنا انه يعني بتعبر عن مجهودنا وعن هن الله يعطيهم العافيه يعني كثير ساعدونا لحتى نقدر ناخذ هاي الشهاده ويعني علمونا بطريقه كثير حلوه كيف نعمل هاي الحصص النسائيه. وبعدين وقت خلصت الدوره فصرنا نطلع هيك نعمل محاضرات مثل ما هن علمونا وجلسات تمارين ومحاضرات وصرنا ناخذ عليها بدل الحمد لله رب العالمين انه قدرت ساعد عندي شوي. نقدر نروح على المخيمات او على نوزع هاي الحصص اللي نحن عم نخيطها لانه في كثير عالم ما بتقدر تشتريها ولا توصلها فنحن عم نحاول نوصل لهم اياها. بحب اقول انه هذا ابني عباس اصغر واحد عندي كنت خليه بالبيت لحاله ما عند ابوه يعني و هذا اصغر شيء عنا بحب رب العالمين ان شاء الله له مستقبل حلو بلبنان نتمنى انكم تساعدونا لنقدر عائلتنا تكون عائله حلوه يعني واقدر انا اساعدهم لاولادي انه يدرسوا ويتعلموا. وباي بتمنى نشوفكم بسوريا هنيك ونكمل مشروعنا هنيك باذن الله.